حسابكم الله. يقول في سؤاله قبل الأخير: إذا كان المرء من الأبناء والبنات عدد، فهل ينكر أن يكني نفسه بإحدى بناته؟ السنة أن يكن بالذكر، يقال أبو فلان، ويختار الذكر الأكبر من أبنائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يكنى أبا الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم قال: ما لك من الأبناء؟ قال: شريح وفلان وفلان. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت إذن أبو شريح. فيكنى الرجل بأكبر أبنائه. نعم.